بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. ربي تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. ثم باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجل وترجيل ما معناهما؟ باب ما جاء يعني ما ورد في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث من الأخبار. الترجل والترجيل تسريح الشعر وتحسينه وتزيينه وتجميله هكذا. هذا هو. كذلك الترجيل يقال لتجعيد الشعر أيضا، لجعل الشعر جعدا، تجعيد الشعر. ثم قال في المختار ترجيل الشعر تجعيده وترجيله أيضا. ثم للترجيل معنى ثالث إرساله بمشط هكذا. إرسال الشعر بمشطن هذا يقال ترجيل. أما الترجيل أو الترجل بمعنى التسريح والتحسين والتنظيف والتزيين، ليس معناه إرسال الشعر بمشطن فقط، بل يعني تعاهد الشعر، تلينه بدهن وغيره. كل هذا يشمله الترجل والترجيل بمعنى تسريح الشعر. فإذا لمجرد إرساله بمشتن أيضا يقال ترجيل. كذلك ترجل يقال لمعنى المشي راجلا، هذا ترجل ليس ترجيل. ترجل المشي على الرجل يقال ترجل فلان. ثم هذا الترجيل والترجل من باب النظافة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من باب النظافة، وقد ندب الشارع إليها بقوله النظافة من الإيمان. وكذلك ورد في خبر أبي داود من كان له شعر فليكرمه، هذا الإكرام، إكرام الشعر كيف؟ بترجيله، تحسينه، تجميله، معاهدته بالدهن وتليينه بالدهن، كل هذا من إكرام الشعر. إذن هذا مأمور. وكذلك النظافة مطلوبة في الدين، مندوبة مشروعة. من جملة النظافة هذا ترجل الشعر أو ترجيل الشعر هكذا أيضا مندوب. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا معن بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم كنت أرجل الترجيل يعني تجميل تحسين شعر الرأس متى هذا وهي حائض. ورد في حديث آخر يعني تفصيله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد بالمجلس ويمد ويضع رأسه في فخذ عائشة رضي الله عنها التي تكون في حجرتها. كنت أرجل نعم. ثم وفي هذا الحديث دليل كما قال الشراح دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تتولى خدمة زوجها بنفسها في سائر الأحوال ومجانبتها حال الحيل ومجانبتها حال الحيل طريقة لليهودي. ينبغي للمرأة ماذا ينبغي لها أن تتولى خدمة زوجها بنفسها هي تخدم زوجها بنفسها متى في سائر الأحوال يعني في حال طهرها وحيلها جميعا هكذا كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمنه. فإذن هن قدوة للنساء جميعا هن قدوة للنساء جميعا لكن هذه الخدمة لا تجب بعقد النكاح على المرأة. هذه خدمات الزوج لا تجب على المرأة بعقد النكاح. لذلك الفقهاء ينفون هذه الخدمة وكذلك ينفون عن الزوج مؤنة علاجها لا يجب على الزوج يعني لا يجب على الزوج هذا بعقد النكاح بل يجب على الزوج يعني المهر ثم النفقة بشرط عدم النشوز بشرط التمكن هكذا فقط. ثم من جملة نفقتها سكنها وكذلك ثيابها وكذلك خادمها أيضا هذا يجب يعني من طريق الوجوب. أما هذا يعني قدوة ينبغي قدوة فقط فهذا من أمور المعاشرة الحسنة. والله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف فهذه المعاشرة تنبغي من الجانبين. نعم هذا فصل هذا الأمر يعني الإمام الغزالي رحمه الله في إحيائه في كتاب النكاح يوجد فصل مصالح النكاح منافع النكاح ذكر من جملة هذه المنافع أن المرأة تتولى خدمات زوجها وكذلك تربية أولاده وكذلك يعني هذا أمور بيته أيضا هي تتولى. الرجل يكون يعني فارغا يستطيع أن يصرف هذه الأوقات في العبادات والعلم هكذا. نعم هذه سنة متبعة لهذه الأمة من أول العصر. نعم الزوجة تتولى أمر زوجها هذا ينبغي. ثم وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا الربيع بن صبيح رضي الله عنه قال حدثنا يزيد بن أبان رضي الله عنه هو الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته
ويكسر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه. دهن مصدر الدهن معناه استعمال الدهن. فإذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الدهن في رأسه كثيرا كثيرا، يعني ليس قليلا بالنظر إلى الأوقات، أوقات الاستعمال. وكذلك مقدار الدهن أيضا يكون كثيرا. كذلك يكسر معناه يومين أو يوم أو ثلاثة أيام، هكذا يستعمل. ثم وتسريح لحيته، لن يسرح لحيته. ثم ينظر إلى المرآة، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم. ويكسر القناع، يعني يكسر لبس القناع، استعمال القناع. القناع ما هو؟ هو ثوب يوضع على الشعر بعد دهنه حفلا للعمامة. القناع هو خرقة تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن لتقي العمامة من وسخه. لذلك فإذا يلقى هذا الثوب على رأسه ثم يعمم عليه، هكذا كان تعميمه صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى ثم حتى كان ثوبه ثوب زيات. زيات يكون عنده منديل، ثوب زيات يكون عنده في يده منديل. فهذا المنديل يعني هو يمسح به الزيت كثيرا كثيرا كثيرا. لذلك هذا الثوب، هذا المنديل يكون مدهنا، يكون فيه دهن كثير. كذلك يكون هذا القناع. المراد بالثوب هنا ليس قميصه ولا إزاره ولا عمامته ولا شيء، بل هذا قناعه صلى الله عليه وسلم كأنه ثوب زيات. نعم. إذن فيه تسريح لحيته، أيضا دهن الرأس من الترجل والترجيل كما قلت، لأنه من تزيين شعر الرأس وتنظيفه. كذلك ليس هذا في شعر رأسه فقط، بل في شعر لحيته، لأن كان يسرح يزين. نعم. وبه قال حدثنا هناد بن السري رضي الله عنه قال حدثنا أبو الأحوص رضي الله عنه عن الأشعث بن أبي الشعثاء رضي الله عنه عن أبيه عن مسروق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره، لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. نعم. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم. إن كان كلمة إن مخففة من الثقيلة، فاسمها ضمير الشين يكون معناه إنه، يعني إنه، إن الشأن ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره، في طهوره. كلاهما روايتان. إذن لو كان بفتح الطاء طهور يقدر هناك مصدر، يعني يحب التيمم في استعمال طهوره إذا تطهر. نعم. وفي ترجله إذا ترجل، يعني عندما يرجل شعره من أين يبدأ؟ من جانب اليمين. ثم وفي انتعاله إذا انتعل، عندما يلبس النعل، يلبس أولا في رجله اليمنى. ثم لا يحب التيمم في طهوره، هناك يكون هذا التيمم تقديم اليمين في أمرين،
إذن هو يأخذ هذا الطهور بيده اليمنى وكذلك يغسل اليمنى أولا. فإذن هذا أخذ الماء وضع الماء هكذا كل بيده اليمنى وكذلك استعمال الماء أين في علائه اليمنى. نعم. التيمن معناه هو الابتداء باليمين. الأمور يعني ثلاثة ما فيه يعني يمكن تقسيم الأمور إلى ثلاثة أقسام. ما يكون من باب التكريم والتشريف، إما هكذا ما فيه شرف وكرم، وكذلك ما فيه خصة، ليس فيه تكريم بل فيه خصة، هذا نوع آخر. ثم نوع لا شرف فيه ولا خصة. إذن ما فيه تكريم يطلب فيه التيمم يعني الابتداء باليمين. ما فيه خصة مثل دخول الخلاء الاستنجاء وهكذا، كل هذا بيده اليسرى، هناك تقديم اليسرى. ما ليس فيه شرف ولا خصة كيف هذا؟ فالسنة فيه البداءة فيه باليسار، لكن فيه خلاف. ما لا فيه شرف ولا خصة هل يبدأ فيه باليسار؟ نعم، وهذا يدخل في محترز قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يبدأ. لا، ليس ذاك، يعني كان يحب التيمن في أموره كله، ثم استنبط منها هذا معنى التكريم. هكذا إذن لو كان في باب التكريم يبدأ باليمين. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من نذا. هكذا حديث روته عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه. إذا كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لما؟ لطهوره، كذلك وطعامه. ثم كانت اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. إذن هكذا قسم. فإذن لو كان من باب التكريم يكون باليمنى وإلا باليسرى. ثم بعده حديث. إذن هناك أمور كثيرة من باب التكريم، مثلا هذا الوضوء والغسل وهكذا. ثم الأخذ والعطاء والشرب ودخول البيت ونحو المسجد وحلق الرأس وقص الشارب وترجيل الشعر والاستياك بالنسبة للفم. وكذا اليد. فإذن هو يقدم اليمنى من جانبي الفم، اليمين الأيمن من جانبي الفم، ثم هو يأخذ السواك بيده اليمنى، هكذا في أمرين. والكحل، استعمال الكحل، تقليم الأظفار، وهكذا في هذه الأمور كلها البداءة باليمنى. ثم حديث آخر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن سعيد رضي الله عنه عن هشام بن حسان رضي الله عنه عن الحسن البصري رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. معنى الغب يعني فعله يوما وتركه يوما،
يعني لكل يومين يفعل فقط، هذا معنى الغب. فإذا أن يفعل كل يوم هو منهي، هذا هو ظاهر معنى الحديث. أن يترجل كل يوم هو منهي، لو ترجل خلال يومين 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 هذا مندوب، هذا غير منهي. لكن هنا هذا الوقت أو الضبط بالوقت، التقيد بالوقت ليس بمراد. ابن حجر الهيثمي رحمه الله قال: ثم استعمل في فعل ذلك وقتا وتركه وقتا، لأن إدامته تشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه، مزيد الإمعان في الزينة والترفه يدل عليه. لذلك ينبغي ألا يمعن بمزيد الإمعان، فإذا هذا يكون يعني الاشتغال بأمور الدنيا. إبراهيم الباجوري ذكر في الحاشية: فالمراد أنه عن دوام تسريح الشعر وتدهينه، لأن مواظبته تشعر بشدة الإمعان، وعبر بشدة الإمعان. ابن حجر رحمه الله عبر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه، وذلك شأن النساء. ثم ولهذا قال ابن العربي رحمه الله: موالاته تصنع وتركه تدنس، وإغبابه سنة. موالاته تصنع، تركه تدنس، أما إغبابه، إغباب ترجل الشعر سنة. إذن يعني مرة ثم تركه مرة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما هذا مبالغة في الإمعان في هذه الزينة والترفه منهي. نعم، يعني ينبغي أن يكون زيادة الإمعان ومبالغته بالنسبة للمؤمن في أمور عبادته وآخرته، أما أمور دنياه ينبغي أن تكون معتدلة متوسطة فقط. نعم. وبه قال: حدثنا الحسن بن عرفة رضي الله عنه، حدثنا الحسن بن عرفة رضي الله عنه قال: حدثنا عبد السلام بن حرب رضي الله عنه عن يزيد بن أبي خالد رضي الله عنه عن أبي العلاء الأودي رضي الله عنه عن حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن رجل من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، كان يترجل غبا معناه على أصل الوضع يوما يفعل ويوما يترك، لكن هذا ليس مرادا كما ذكرنا، معناه ترك المواظبة على ذلك والاهتمام به، لا يهتم به غاية الاهتمام، كما يفعله المعجبون بأنفسهم من حب التزين والترفه، هذا شأن المعجبين بأنفسهم، هذا مذموم، الإعجاب بالنفس مذموم، لذلك ما يكون من شأنه أيضا منهي. ثم قال: فإن ذلك من شأن النساء، وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد. قاله السندي رحمة الله عليه. نعم. ثم باب آخر. نعم. في معنى هذا ورد الحديث: البزازة من الإيمان. حديث النهي عن الترجل إلا غبا، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه المشعر بأنها من هوى النفس،
والمشير بأنها في التنظيف الباطن أولى، والمؤمن إلى الجمع بينه وبين ما ورد من حديث البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ وهي رثاثة الهيئة وترك الترفه والتواضع مع القدرة لا بسبب جحد النعمة. هذا جحد النعمة، إنكار النعمة مذموم، بل يجب أن يظهر النعمة. ومع ذلك ينبغي أن يكون مع البذاذة ورثاث الهيئة وترك الترفه، ينبغي أن يكون التواضع مع القدرة، هذا ليس بدون القدرة بل هو قادر، ومع ذلك يترك أحيانا. نعم. ثم فهذا الحديث الأول، بيانه في حديث آخر، يعني الحديث الأول من هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. من ورد روى حديث أبو حذيفة عنه عن هشام بلفظ أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد وهي حائض، يخرجه إليها، هكذا أخرج الدارقطني. فإذن هذا الترجيل من أموره وخصاله غسل الرأس أيضا، إذن هو يأخذ قليلا من الماء ثم يغسل الرأس أيضا، هذا من أمور التنظيف والتحسين. الترجيل هو التحسين والترجيل، ثم بعد ذلك دهنه أيضا هكذا. فإذن هي تجلس يعني في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مجاور في المسجد، يكون في المسجد وهي حائض، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليها، هي ترجل تغسل هكذا. ثم بعده باب، هذا باب آخر، هو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نقرأ بعدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.